تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أعرب سموه فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رحمه الله رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مبتهلا سموه إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وتلقى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، عبر سموه فيها عن صادق تعزيه ومواساته بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رحمه الله، سائلا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما تلقى جلالته حفظه الله ورعاه برقية تعزية مواساة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيها عن بالغ تعزيه ومواساته بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رحمه الله، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.